بص، هي الالوان عموما بتعبر عن شخصيه البني ادم، بتعبر عن نفسيته. طيب طالما فتحنا السيره بقى، جبنا موضوع النفسيه، امتى النفسيه تبقى محتاجه دكتور؟ محتاجه اسكندريه. هي محتاجه النفسيه محتاجه حاجات كتير. محتاجه اسكندريه. النفسيه محتاجه ايه؟ محتاجه رضا. طبعا رضا صحيح. كنا بنحضر للحلقه وقعدنا نبص شويه على الحواديت والقصص اللي بتجيلنا واللي جات لنا واللي هتجيلنا، لقينا انه في سؤال من متابعه وقفنا عنده شويه. امتى اروح لدكتور نفسي؟ انا بتكسف اروح لدكتور نفسي او اقول لحد ان انا تعبانه او انا محتاجه علاج. انتوا رايكم امتى فعلا ممكن نروح لدكتور نفسي؟ ايه العلامات اللي بتقول لك انك لازم تتحركي فورا؟ هل ضروري انك تستني لمرحله ان انت بتلبسي الكاسروله في دماغك وتاكلي مشابك الغسيل وجوز اللحاف، ولا لا قبل كده بشويه تبتدي ان انت تتصرفي يعني؟ انا بشوف انه المفروض ان احنا ما نوصلش كده. طبعا في ناس بتوصل لحالات مرضيه، او اول ما اشوف على نفسي علامات ان انا ابتديت مش عايزه اخرج، عايزه اسيب اصحابي، مش عايزه اقابلهم، عايزه اقعد في الاوضه ما اخرجش، مش عايزه افتح كتاب، مش عايزه اعمل رياضه، لا ابتدي قبل ما يبقى اكتئاب وهو لسه يعني شويه قلق بسيط كده وما اعرفش يسموه ايه علماء النفس، ان انا ابتدي ابحث وادور ايه اللي عامل لي كده. قد يكون انا باخد دواء عامل لي اكتئاب او عامل لي بدايات اكتئاب، لكن احنا نسيب نفسنا الاكتئاب ده طبعا ربنا يعافينا. في ناس طبعا بيبقى عندها مرض ومحتاجه مساعده من طبيب، ده مش عيب خالص. والنهارده سليبرتيز وكل المشاهير في العالم بيروحوا لدكاتره نفسيين، شيء عادي جدا، شيء صحي وشيء عادي. بصي منى وايمان، هو انا اعتقد ان الواحد اي انسان فينا لازم يكون مر بفترات معينه في حياته ما كانش مظبوط، ما كانش هو نفس الشخص، ربما يكون عدى منها بمجهوده الشخصي او طبعا بتوفيق ربنا، وربما يكون ايه لا راح لحد وطلب مساعده. ممكن حد يكون دكتور نفسي، ممكن يكون صديق، ممكن يكون ام او اخت او حد قريب. بس انا بقول ان في الحاله اللي احنا بنتكلم عنها النهارده، اللي هو شخص يبتدي يفكر هو عاوز يروح لدكتور نفسي ولا لا، اعتقد الاجابه في كلمه لما تبطل تعافر. لما تبطل تعافر انك تخرج من الحاله النفسيه السيئه اللي انت فيها، التوتر الزايد، الشك الزايد، القلق الزايد، الحزن الزايد، الكسل والقعده الزايده، يبقى انت مش قادر تعافر، روح استعين بطبيب متخصص او بشخص متخصص على الاقل. كمان حتى ما تبقاش عندك الحرج بتاع انا هحكي بقى لاصحابي وانكد عليهم ويقولوا عليا طاقه سلبيه وكل شويه اروح اشتكي لهم وكل شويه مش عارفه اروح ايه. ساعات الواحد بيبقى على فكره شايل هم الناس دي مرحله، بس لو اتسدد في وشهم ما عرفوش يحلوا لك الموضوع وكل واحد بيقول لك راي مشتت، ده لو راح اصلا لا اتشتتي فبتحتاجي في ناس كتخصص. انا من الناس اللي ساعات ابقى شايله هم ان انا احكي مشكله او افضفض مع حد عشان ما اشيلوش همي. والله ده بقى بيحصل معايا كتير جدا، فاكتم مع نفسي وربنا يكرمني كده ويومين ثلاثة اسبوع وتعدي. مش طول الوقت بعمل كده على فكرة. فيعني ان الرضا زي الايمان بيزيد وبينقص. الرضا بالحالة النفسية ممكن يكون بيزيد وبينقص احيانا ولا لا؟ طبعا هو الفكرة في ايه؟ انه في ناس بيبقى عندها حساسية شديدة، هي ربنا خالقها حساسة بزيادة. مش معنى انه انا اصبح عندي مشكلة نفسية، طبعا بتبدا من القلق والتوتر والاكتئاب وتتدرج بقى بعد كده لحد ما توصل لمناطق ممكن تكون اصعب بكتير، ودي بتبقى استعداد وراثي في كتير من الاحيان. مش معنى ان انا حصل لي ده ان انا مش تمام، لا، هو اللي مش تمام اللي وصلني للحاله دي هو المجرم النفسي. ما هو اصل الجريمه مش بس لازم تبقى ماديه، في جرائم نفسيه كتير. في ناس بتتعمد تحط اللي قدامها تحت ضغط او تاذي اللي قدامها وتضغط عليه وتحمله فوق طاقته، ولما ينفجر او يتعصب او ياخد اي رد فعل بصوا لا، زي الحكمه اللي بتقول لا هو ده مش انا، هو ده اللي انت عاوزني اكونه. الفكره في اول ما حد يسالك مالك، شكلك النهارده متضايق، مالك، فيكي ايه، تقومي معيطه، اعرفي ان كده انت على الاخر. اول ما تبقى دمعتك قريبه ومش مستحمله التاتش، مش مستحمله حد يقولك مالك شكلك متغير ليه النهارده، او مالك انت حاجه مضايقاكي، تقومي معيطه. حطيتي ايدك على نقطه، معرفش بقى انا الحكايه دي بقت مشكله عندي ولا ايه. كلنا انا ساعات ابقى زي الفل، واول ما حد يقول لي مالك في ايه احس ان بقى فيها حاجه، فبقيت اقول لاصحابي بطلوا تقولوا لحد شكلك متضايق النهارده،
شكلك زعلان. لا ما مش اصحابك إيه؟ كلهم بتبقى في واحده انتيم كده تحسي بيكي من من صباح الخير. مش قصدي القرب ده. طب ما هو انا لو هي لو هي بهذا القرب وانا عاوز احكي هحكي. لا بس دي اشاره. لكن لو انا ماسكه نفسي وجت قالت لي مالك في ايه فتحت بيسموه ايه المزلاج فتحت المزلاج نازله. امال احنا مرايه لبعض ازاي وصديقك من صدقك تقول لك انت في حاجه مش طبيعيه، انت ليه عصبيه النهارده يا هبه، انت مش على طبيعتك، في حاجه مضايقاكي. مهما ده السند. لما الصديق طبيب بدون اجر، طب ما لقيتش الصديق بقى، ما لقيتش الام الحنونه. في امهات اصحاب اولادها كويسه قوي 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 علاقتها بيهم كويسه، ما لقيتش الام ما لقيتش الصديق، يبقى هنا محتاجين لطبيب ومحتاجين نجهز عشان نروح لطبيب نكون بنتعامل معاه، لانه لو قال لنا حاجه هنصدقها، لو قال لنا عندنا ثقه فيه يبقى عندنا مواجهه على الانتقاد لينا كمان لو انتقدنا في حاجه. حلوه ده. انا صديقك من صدقك في حاله ان هي جايه توجهني عشان انا دخلت في حته غلط، بعمل حاجه مش مظبوطه، احب ده. لكن انا على فكره مش حكايه، ما هو الناس بتختلف عادي، ان انا لما اكون انا جوايا حاجه مضايقاني وباين عليا وما حكيت لهاش او ما فتحتش الموضوع، مش شرط ما اكونش واثقه فيها، ممكن اكون انا مش في الحقل اللي بيشخلل ده. معلش مش دايما لا يعني احب صديقتي لما انا الجا لها تبقى هي صديقتي ومرايتي ووشي وقفايا وكل حاجه، بس لما اكونش انا لسه عندي استعداد لده وهي تيجي تقول لي مالك في ايه مالك في ايه، ممكن لو انا بحاول اعافر ويبقى عندي مقاومه، المقاومه بتنهار. والله بصي القلب على القلب رحمه، واذا ما كناش نحس ببعض ونراعي بعض حتى على الاقل لما اشوف حد قدامي متضايق او زعلان او قافل وشه ما بيبتسمش، طب ما ليه ما فكرش ان هو ممكن يكون شايل هم او حزين لسبب يخصه هو؟ ليه بقول ان هو قصده انا ان هو بيديني وش زي ما بيقولوا؟ يعني نعذر بعض، نعذر بعض. والمشاكل النفسيه كتيره وانتشرت الاذى النفسي، الأذى النفسي سواء لسبب أو لتحقيق غاية أو من غير سبب. في ناس مؤذية، في ناس بتحب تأذي، ودول أنا بشوفهم حقيقي يرتقوا إلى مرتبة المجرمين، مجرمين جرائم نفس حقيقي، مش النفس القتل يعني، جرائم نفسية يعني بيتسببوا للناس بأذى نفسي. ويتباهوا ويتباهوا، تقول لك ده أنا النهاردة رزعتها كلمة دي مش هتعرف تنام، ده أنا قلت لها كلمة سميت بدل. الناس دي بقى لو بلعت ريقها هي نفسها تتسمم، يعني الناس دي عبارة عن كتلة أذى كده ماشية على الأرض. وطبعا في الاول في الاخر ربنا يسلمنا منهم، بس لازم احنا نراعي نفسنا وزياره الطبيب النفسي او استشاري العلاقات الزوجيه، ما احنا لازم نحدد احنا عاوزين ايه. يعني هي مشكله فين دي بقت كتير أنا جدا استشاري الصديقه انها الزوجية. ما تحاولش تقعد تقول لي مالك في ايه، مش قصدي انها تتجاهلني، لا هي ممكن تبهجني بطريقه غير مباشره، يعني مثلا اي حاجه، مثال تافه، انا مثلا شكلي باين ان انا متضايق وما اتكلمتش، هي عارفه اني بحب مثلا الشاورما، اغنيه معينه، ممكن احب منها قوي انها تخش تحاول تخرجني من المود بطريقه غير مباشره من غير ما نخش في بحور اللي انا فيه لحد ما انا مستعده افتح. ده اللي انا اقصده. لكن طبعا ما تتجاهلنيش ولا تقلب وش انا مثلا متضايقه تقوم هي متضايقه، ايه الغلاسه دي، ما زعلانه على زعلك، ما تبهجني تتخانق معايا. اتفقنا بقى ان في ظروف ان ممكن تخليكي تروحي للطبيب نفسك. طبعا تعملي ايه بقى؟ لازم يبقى عندك التاريخ، جاهزه بادواتك المرضي، جاهزه بكل الحاجات، يعني اذا حد في العيله دايما عنده اكتئاب، لحد في العيله جاله امراض معينه نفسيه، في الغدد، في اي حاجه، يبقى معاكي كل اوراقك الجاهزه ان انت تقدري تشرحي التاريخ بتاع العيله لو عند حد حاله زي. وبمجرد ما الدكتور يحط ايده على المشكله ويواجهك بيها، انت مش داخله عند الدكتور علشان تسمعي بهدف الرد، انت داخله عشان الدكتور عند الدكتور عشان تسمعي بهدف الحل. يعني بمجرد ما يقول لك انه المناخ العام اللي انت عايشه فيه ده مضر بالنسبه لك، سواء المناخ العام ده كان دايره اصحاب معينه، كان علاقات معينه، كان زماله معينه، كان مكان، او في خطا معين انت بتعمليه، لازم تبعدي عن المسبب، والا عمره ما العلاج هيكون له نتيجه. فالمسببات اللي تسببت لك في المرض النفسي او الاذى النفسي او الازمه النفسيه خلينا نسميها، لازم بعد كده تبعدي عنها فورا. وده اول طريق العلاج، حاجتين، تعترف ان في مشكله نفسيه وتبعدي عن المسببات، وتكوني عندك تحدي انك انا عاوزه اتعالج، لان كتير ناس ما بتعترفش ان هي عيانه. انت قصدك ان هي ما تبقاش رايحه للدكتور النفسي وهي مأهله نفسها ان انا هروح عشان اسمع اللي على مزاجي. بالظبط. لازم تكون متاقلمه انها رايحه ممكن تسمع كلام عكس خالص اللي هي عاوزه تعمله او اللي هي ماشيه فيه، فتتقبل النقد لان هي رايحه برجليها او هو رايح برجليه، فالمفروض ان هو يكون واثق ثقه كامله في الدكتور اللي هيختاره عشان خاطر يتقبل منه التوجيه والنقد. وعلى فكره ده كمان بياخدنا نقطه مهمه، مش شرط ان زيارتك لطبيب نفسي لاول مره يكون معناها ان هو ده الشخص المناسب ليك او الدكتور المناسب ليك. انت ممكن يعني الموضوع بيبقى فيه كاريزما زي الاثنين بيرتبطوا ببعض، ممكن ما يبقاش بينكم الكاريزما او القبول او التفاهم، غيره
روح لواحد تاني وتالت ورابع لغايه ما تحس بالراحه النفسيه اللي تخليك تنفتح توبن اب وتحكي وتتقبل منه توجيهاته ليك. صح مظبوط. صح طبعا. وهي الحكمه يعني تكلم حتى اراك، طول ما انت بتتكلمي مع الدكتور هو بيحاول يقراكي وبيحاول يفهمك وبيحاول يوجهك، وتاني مش عيب. وكل دول العالم اللي هي الدول اللي عندها ثقافه العلاج النفسي زي ما بيعملوا كشف دوري كل 6 شهور او كل سنه يطمئنوا بيها على سلامهم سلامتهم الجسديه، كمان سلامتك العقليه وسلامتك النفسيه وتوازنك العاطفي مهم انك تقومي تطمني على سلامك النفسي. بس باختصار يعني.